50 لمحاولة التعرف على هذه الآلية الجديدة والمبتكرة للتواصل مع الشباب ومع المواطنين بشكل عام. تجربة المؤتمرات الدورية التي تعقد للشباب، ينضم إلينا هاتفيا الكاتب الصحفي الأستاذ عماد الدين حسين، رئيس تحرير صحيفة الشروق. أستاذ عماد، أهلا بحضرتك. هل من معطى جديد، هل من مبادرة جديدة يمكن التعويل عليها أو تراها أولى بأن توضع بين قوسين من بعد هذا المؤتمر؟ أستاذ عماد، أهلا بحضرتك بداية. أهلا بك أخي الكريم وكل السادة المشاهدين. في السياسة يعني الأهداف واحدة لكن الوسائل متغيرة، فبالتالي القصة كيف يمكن أن تصل إلى الجميع وتتفاعل معه، هذه مسألة متغيرة، مرة تكون بالمؤتمرات الصحفية، مرة تكون باللقاءات مع القوى السياسية، مرة تكون عبر الآلية التي تم استحداثها وهي مؤتمرات الشباب. ومؤتمرات الشباب كانت وليدة أن هناك إحساسا عاما بعدم وجود تفاعل بين الحكومة من جهة وإدارة الحكم وبين الشباب خصوصا بعد 30 يونيو، وبالتالي جاءت هذه الآلية وللموضوعية هي تترسخ وتقوى يوما بعد يوم. الحديث من بين ما تحدث به الرئيس عبد الفتاح السيسي في الحفل الختامي، حديث من الحديث الذي يجب ان نقف عنده، رؤى مصريه او رؤى من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي بان هناك رغبه في بناء دوله ديمقراطيه قوامها الاعتماد على مؤسساتها، تقوم على الفصل بين السلطات، عدم تغول السلطات بعضها على بعض. هل اتخذت مصر على مدى الاعوام الثلاثه الماضيه ما يكفي من خطوات للتعويل على هذا المبتغى النهائي استاذ عماد؟ ظني الشخصي أننا نحتاج إلى وقت حتى نصل إلى هذه الرغبة وأمنية جيدة، وجيدا أن يكون هناك شعور بهذا الأمر. لكن الفترة الماضية أحد السمات الرئيسية للفترة الماضية كانت البحث عن تركيز دعائم الدولة في ظل إرهاب متفشي وقلاقل كثيرة وتطرف وجماعة تريد أن تسقط الدولة وتعود إلى الحكم مرة أخرى، فبالتالي لم تكن هناك عوامل أساسية لكي يكون هناك الحديث عن ديمقراطية أكثر، تداول سلطة، أحزاب، حرية رأي وتعبير. كل هذه الأمور تراجعت في الفترة الماضية بحكم أن التحديات كانت صعبة، وبالتالي أن نشرع ونعود إلى السير في هذا الطريق هذا أمر بطبيعة الحال جيد جدا، ولا يمكن بناء دولة إلا بهذه الأسس. كان الحديث قد يبدو حديث شائك نوعا ما أن تطرح مثل هذه القضايا كما ذكرت حضرتك، تراجعت ربما الأولويات باختلاف حجم التحديات الذي كان مطروحا كما ذكرت حضرتك، لكن أن يأتي الرئيس عبد الفتاح السيسي رأس السلطة التنفيذية ورأس القيادة السياسية في الدولة ليتحدث مباشرة دون مواربة عن الرغبة في دولة ديمقراطية تقوم على احترام مؤسسات الدولة وكذلك في سياق الحقوق والحريات كما ذكرها، ربما يقطع الطريق أمام بعض المتخرصين الذين كانوا يتحدثون ربما بالنيابة عن الدولة في بعض الأحيان من تلقاء أنفسهم. نعم، هذا جيد جدا أن يأتي هذا الحديث من السيد رئيس الجمهورية بنفسه، وننتظر تطبيقات عملية على الأرض إن شاء الله في الفترة المقبلة. ربما أيضا من المرات القليلة التي يتحدث فيها الرئيس عبد الفتاح السيسي مباشرة، ربما كان بعد القمة العربية أو في كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي في القمة العربية الأخيرة في البحر الميت، هذه هي المناسبة الثانية التي يضع الرئيس عبد الفتاح السيسي بين قوسين الدول الداعمة للإرهاب وتحذيرها مباشرة من مغبة مسلكها وبأن المسألة ستنقلب عليها يوما وأن هناك قطع مصري من أنها ستأخذ حقها مما جرى من هذه الدول. هذا جيد بطبيعة الحال. مصر يعني الخطاب السياسي بشأن هذه الدول تطور تطورا ملحوظا، من حديث خجول جدا إلى تلميح إلى تصريح، لكن بطبيعة الحال لم نصل حتى هذه اللحظة إلى تسمية هذه الدول بالاسم. أتحدث عن يعني الكلام الرسمي أو الخطاب السياسي الرسمي. يعرف غالبية المصريين وغالبية المتابعين لشؤون المنطقة من هي الدول التي يقصدها الرئيس السيسي، او حتى عندما يرد الامر على لسان بعض المسؤولين. واظن انه يعني ان لم تصلح هذه الاليه وهي اليه التصريح فليس هناك مفر في لحظه مقبله من تسميه الاسماء والمسميات. طيب استاذ عماد، هل من الحصافه ان يتم الحديث حديث سياسي حديث المسؤولين ان يتحدث صراحه عن بعض هذه الدول؟ الامر لن يتوقف عند الاشاره وانما سيستتبع بخطوات، يعني عندما تتهم دوله بانها دوله راعيه او دوله داعمه للارهاب هذا لن يكون حديثا وفقط، هذا سيستتبع بخطوات ما بين الدولتين اذا اخذنا في الاعتبار ان دوله او ربما من بين بعض الدول قد تكون دوله عربيه. نعم، بطبيعه الحال اتفق معك تماما. عدم الحديث الصريح عن هذا الامر لانه في إن عندما تفعل ذلك فعليك ان تتخذ اجراء ما، وهو قطع علاقات مره، وفي بعض الدول تعلن حاله حرب، تقطع علاقات اقتصاديه، توقف استثمارات،
ربما يكون عدم التصريح هو إعطاء فرصة لهذه الدول للتوقف عن هذه يعني عن الدعم الواضح والسافر والخفي للإرهاب والتطرف. الحديث عن الإرهاب كأولوية باتت أغلب الدول العربية إن لم تكن كلها تقريبا، حتى تلك الدولة أو تلك الدول عفوا التي كانت تتحدث عن الإرهاب بدرجة ما من الاحتشام والخجل كما وصفت حضرتك، اليوم تقريبا صار لسان كل الدول العربية أو كلها تقريبا تتحدث عن وضع الإرهاب وطرح الفكر المتطرف كأولوية أولى في المرحلة الآنية. هل يمكن بلورة رؤية عربية واحدة أستاذ عماد في هذا الإطار، ولا المسألة لا تزال صعبة؟ يعني لا أريد أن أصدمك وأصدم السادة المشاهدين وأقول أن هذا الأمر للأسف الشديد بعيد جدا ولن يحدث، لأن غالبية الدول العربية بعض الدول العربية تختلف حول تصنيف الإرهاب. نعم. هناك دول عربية تدعم الإرهاب علنا وتستضيف رموزه وتقدم له الدعم، هناك دول عربية تقول أنها تحارب الإرهاب لكن البيئة السياسية والفكرية الموجود فيها هي دعم صريح للإرهاب والتطرف، ولا خصوصا أنها لا تجتث جسوره وربما تكون تقدم دعم خفي للإرهاب. هناك حضرتك تضعها في اطار الدول العربيه فقط، يعني انت لم تصنف كل دول العالم في هذا التصنيف. لا، الدول العربيه ودول الاقليم. نعم. يعني هناك دول عربيه تدعم الارهاب عملا ومعها بعض الدول الاقليميه، وهناك دول عربيه في الخليج تحديدا تقول انها تحارب الارهاب لكن عمليا البيئه الفكريه الخصبه الموجوده لديها تدعم هذا الارهاب للاسف الشديد. لكن لا توجد دول كثيره يعني مثل مصر، ربما سوريا، ربما العراق، تقوم فعلا بمحاربة حقيقية للإرهاب والاصطدام به ومواجهته. ولكلا الدولتين خصوصية ما تختلف تماما عن الواقع المصري، يعني لا أعتقد أن هناك وجها للمقارنة أو القياس بين أوضاع هذه الدول. نعم، لا 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 أتحدث عن القياس، أنا أتحدث عن المواجهة. هذه الدول لديها ظروف مختلفة جدا، لديها للأسف الشديد بيئة حرب أهلية، لديها انقسام مذهبي، لديها يعني تمهيد منذ كما يحدث في العراق من 2003 منذ غزو العراق الأمريكي للعراق، لكن مصر مختلفة تماما. لكن أنا أتحدث هنا أن الدول الثلاثة هي التي تحارب الإرهاب فعلا، يعني تقول أنها تحارب الإرهاب قولا وتحاربه فعلا. يعني إذا كانت دولة صارت مبتلاة بمرض الحرب الأهلية ودولة أخرى محتلة من عام 2003، فالحديث عن مفردة الإرهاب أو عن خطر الإرهاب ربما يتلاشى في مواجهة أخطار ربما تبدو أكبر جسامة. أستاذ عماد، الإرهاب في معظم الدول العربية هو وسيلة من قوى كبرى، يعني له مظهرين أساسيين، دول قوى كبرى وقوى إقليمية تريد أن يعني تفكك المنطقة العربية. لكن حتى لا نكون فقط نعلق الأمر على شماعة المؤامرة والقوى الخارجية، هناك أسباب داخلية حقيقية تجعل هذا الأمر سهل، وبالتالي لا. المشكلة لدينا أولا قبل أن نشكو من التدخل الخارجي. أستاذ عماد، حديث الرئيس السيسي أيضا وصلا بالحديث عن الإرهاب يقول أن الدولة ماضية في طريقها نحو استئصال الإرهاب من الجسد المصري بحسب تعبير الرئيس عبد الفتاح السيسي، يشير بعد ذلك إلى مقاربة شاملة لا تقتصر على البعد الأمني والعسكري فحسب وإنما كذلك مقاربات فكرية كثيرة تحدث في إطارها الرئيس السيسي قبل مرات ومرات. الحديث عن المقاربة الفكرية هذا حديث تعتري درجة كبيرة من المشاكل. أستاذ عماد، هل بلورنا رؤية متقاربة متشابهة بين كل الطيف المصري حول المقاربة الفكرية لمواجهة التطرف والإرهاب؟ للأسف الشديد لم نصل إليها حتى الآن، لكننا كل يوم نكتشف أننا نسير باتجاهها. هناك أيضا مثلما نقول أن هناك خلاف على تعريف الإرهاب، بعض مفردة الإرهاب في مصر ليس لديها تصنيف واضح لدى بعض القوى، أو يكون لديها تحديد لكن لا تستتبعه وسائل حقيقية للمواجهة. ظني أنه كلما يعني زاد خطر الإرهاب وزاد إدراك المصريين له كلما كان الاقتراب من الاتفاق على وسائل محاربته يقترب يوما بعد يوم، وبالتالي لا يعني علينا أن يوقن المجتمع بأكمله أنه ما لم ندخل في حرب حقيقية مع التطرف والإرهاب لا سبيل للتقدم أو حديث عن تقدم أو تطور في الإرهاب باسم التطرف وباسم الدين. نعم. سيعرقل اي تنميه، سيعرقل اي تطور للامام، وبالتالي علينا ان نكون واثقين من هذا الامر ولا يمكن ان نلتمس له الاعذار تحت اي مسمى. اخيرا استاذ عماد، الحديث عن المقاربه الفكريه كما كنت اسال حضرتك، ما هي الخطوه التي ان جرت يمكن القول باننا بدانا اولى خطوات توجيه المقاربه الفكريه السويه والسديده لمحاربه الفكر المتطرف؟ اتحدث عن المستوى الفكري. المستوى الفكري رقم واحد هو تغيير مناهج التعليم بحيث نتاكد ان المناهج تحض على التسامح، تحض على التطور، على الالتحاق بركب العصر الحديث.
أن يكون هناك اتفاق على استبعاد كل ما من شأنه أن يقود إلى التطرف بكافة أشكاله. الخطاب الإعلامي لابد أن يراعي هذا الأمر أيضا، المساجد، الكنائس، وسائل الفكر بكل تنوعاتها ومنابره، ده الجزء الأساسي. وطبعا المدرسة هي الأساس في تقدير المدرسة والمنزل. لابد أن يعني يتم زرع فكرة التسامح لدى الناس في البداية. المدارس تعني توحيد المستوى التعليمي والتأكد من أنه يحارب التطرف فعلا وقولا. شكرا جزيلا لك عماد الدين حسين، رئيس تحرير صحيفة الشروق، منضم إلينا عبر الهاتف.